نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يقول: هل في قوله تعالى ثم لم يرتابوا، هل يدل على أن من ارتاب وشك ينزل إلى منزلة الإسلام، أم أنه بمجرد الشك يكفر يخرج من الإسلام؟ الشك يتفاوت، قد يخرج من الإسلام وقد ينقص إسلامه وإيمانه، فالشك يتفاوت. نعم، أقول إن الشك يتفاوت، فإذا كان الشك في أمر ثابت، إذا كان الشك في أمر ثابت عن الله ورسوله فهذا كفر، أما إذا كان الشك في أمر محتمل، في أمر محتمل، فهذا إن تبين رجحان أحد الطرفين فلا يجوز للإنسان أنه يشك، بل يأخذ بالراجح. أما إذا لم يتبين رجحان أحد الطرفين وبقي مترددا فلا حرج عليه في ذلك حتى يتبين له، فيتبين له الراجح من الاجتهادات والأقوال. نعم.